أترككم مع الزميل السيد وسام شرف الدين في بحث جدير بالمتابعة حول تاريخ الأعلام العربية والهوية الضائعة. وسام من الناشطين البارزين ثقافياً وإعلامياً على صعيد الجاليات العربية الأمريكية، وهو عضو مؤسس للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون، وعضو في هيئته الإدارية، مع الزميل وسام شرف الدين. شكرا دكتور علي، وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام ومشاهدينا في كل مكان. في الحقيقة هذا الموضوع أثار اهتمامي منذ فترة طويلة، وأنا في عملية البحث حول قضية الأعلام العربية ضمن بحث أكبر أجريه في عدة سنين الآن حول قضية الهوية العربية. في الحقيقة الأعلام بما يعني تحمل من رمزية ترمز أيضا، ورحلة إقرار علم معين والتغيير الذي يطرأ عليه عبر التاريخ تحمل أيضا رمزية الهوية التي يمثلها هذا العلم. ففي قضية الهوية العربية وما تعرضت إليه، وهي قضية تفصيلية ويصعب الكلام فيها خاصة في بلادنا العربية، لأن السياسة لها دور كبير في رسم طريقة الكلام وتحديد مضمون الكلام في هذا الموضوع. نحتاج إلى الكثير من البحوث والكثير من إعادة التفكير وإعادة الطرح لأن نستنقذ هويتنا العربية من العواصف التي تعصف بها والعقبات التي تمر عليها. فمنذ أن ولدت الهوية العربية الجديدة بانفصالها عن الخلافة الإسلامية التي كانت متمثلة بالدولة العثمانية، لم يمر عليها وقت لتتبلور تبلورا جديدا ثقافيا ومنهجيا بالشكل الكامل، إنما كانت إحساسا ووجدانا ومسلمة من المسلمات. ولكن الحكم العثماني الذي حاول أن يطمسها في سنينه الأخيرة، ومن بعد ذلك الاستعمار ومكائده، ومن بعد ذلك الحكومات التي خلفها الاستعمار، شقت وقطعت هذه الهوية إلى 100 قطعة وأكثر، وشرذمتها لخدمة مصلحة هنا ومصلحة هناك، وما زلنا نعمل على الحفاظ عليها من بين عصا حاكم جائر و عدو متربص بنا كمثلا العدو الصهيوني في منطقتنا العربية. فاليوم طبعا لن يسمح لنا المجال أن نتكلم حول الأعلام العربية بشكل تفصيلي، ولست هنا في صدد يعني بحث تاريخي مفصل في كل علم، فلذلك مكانها، ولكني سوف أستعرض رحلة هذه الأعلام استعراضا سريعا وعلاقتها بكيفية نظرتنا لهويتنا اليوم. فقبل أن ندخل في الأعلام، وقد مهد لي الدكتور سعادة السفير الدكتور علي عجمي مهد لي لهذا الموضوع، سوف نتكلم قليلا حول الرموز. الرمز العربي الأول ما قبل الإسلام كان العقاب، العقاب بالإنجليزي the eagle. في الحقيقة نحن هناك مشكلة لغوية بين النسر والعقاب، فنحن نسمي العقاب نسرا في اللهجة الدارجة، رغم أنه في دقة اللغة العربية العقاب غير النسر، العقاب هو الإيجل والنسر هو الفولتشر
والعقاب هو المشهور بالشجاعة والعظمة، بينما النسر الفولتشر الذي يأكل الحيوانات بعد موتها، فهذا حيوان ليس محمودا في اللغة العربية، ولكن هذه من الأخطاء اللغوية الشائعة. لم يكن للعرب علما معينا قبل الإسلام، ولكن ورد أن قريش اتخذت العقاب رمزا، والعقاب يعتبر من الجوارح التي لها شرف ومكانة في مخيلة العرب، لأنه طائر قوي لا يأكل إلا من صيده وينقض على طرائده من أعلى، وله نظر ثاقب يضرب به المثل فيقال أحد من نظر العقاب، وهو يغلب الصقر في القوة، بل إن الصقر يفر منه في العادة لأن يفوقه في الحجم وقوة البأس. وكانوا يستخدمون العقاب لأسماء أولادهم، لأسماء سيوفهم، لأسماء دوابهم، لأنها رمز للقوة والشجاعة التي كانوا يتفاخرون بها. وبعد الإسلام ورد أن أحد أعلام قريش كان مرسوما عليها العقاب، طبعا بالرسم القديم، يعني ليست عملية فنية، ولكن شبه مخيلة للعقاب على ذلك العلم، ولم يكن هناك علم واحد، يعني لم يكن هناك ارتباط بالعلم كما هو اليوم. وبعد الإسلام دخل العقاب أيضا في رمزية التفاعل الإسلامي، حيث سمى النبي أحد راياته على ما أخرجه الطبراني بالعقاب، فكان أحد رايات الرسول اسمه العقاب. وهذه الراية بالتحديد، هذا العلم الذي ترونه، هو علم صلاح الدين الأيوبي، أرجع إليه العقاب. وكما ترون أنه عادة ما يكون العقاب أو الصقر ينظر إلى يمناه تيمنا، أن اليمين دائما له علاقة بال يعني الأونر، الشرف والأمور النبيلة. وهذه مثلا بعض الرموز للدول العربية هذه التي دخل فيها العقاب فيما بعد، من بعد إحياء الهوية العربية والقومية العربية فيما بعد. سوف نرجع لهذا الموضوع بتفصيل أكثر. تعتبر سوريا أول دولة عربية تعتمد العقاب شعارا لها، وفقا للمرسوم رقم 158 في سنة 1945. وفي هذا المرسوم ذكر أنه العقاب مستمد من التاريخ العربي، إذ كانت راية قريش في الجاهلية وراية خالد بن الوليد عند فتحه دمشق، وهو أيضا استخدم كما قلنا في عصر صلاح الدين الأيوبي، ووجد في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأعيد استخدامه بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وطور شكله مع الوقت واتخذ شعارا لمصر ثم لعدد من الدول العربية لارتباطه بدعوات القومية العربية، وأصبح منافسا في هناك العقاب قريش وهناك صقر قريش، فكلاهما قريب شكله للآخر، ولكن عندما يكون هناك تجديد سياسي في بعض الأحيان يجددون هذه الرموز دليلا على قوة القوة السياسية في ذلك الوقت التي تغير كل شيء حتى رموز الدولة. فعندما غير هذا العقاب في مصر في سنة 1984 من قبل حسني مبارك، غير من صقر قريش إلى عقاب قريش، وشكل مختلف قليلا ولكن ليس فرقا كبيرا. في زمن الإسلام طبعا كما تعلمون الإسلام لا يحتوي على رموز فيزيائية، يعني حاول أن يبتعد عن الرمزية، وذلك لمحاربته للوثنية، فابتعد عن أي شيء رمزي وأي شيء خارج الروح الذي ممكن أن يرتبط به، وقاوم ذلك مقاومة قوية، وحارب الرسوم وحارب النحت وحارب كل شيء خارج يعني خارجيا يمكن أن يكون رمز قد يقدس فيما بعد
أو يقع فيما وقع فيه الوثنيون من قبل. فكانت رايات الرسول يعني اعتباطية، فكان يأخذ أي قطعة قماش ويجعلها راية في الحرب، تارة تكون بيضاء وتارة تكون سوداء وتارة تكون خضراء، ومرة أخذ قطعة من ثوب لعائشة وجعله في أحد الرايات. ثم لم يرد أن هذه الراية بعد الحرب كان لها أي دور، يعني كانت تذهب مع كل ما ذهب في تلك الغزوة أو المعركة، لم يكن لديهم تعلق بهذه الراية أو تلك. أريد أن فقط أذكر تعليق على ما اتخذته داعش كعلم، واعتمدت أنه كان علم رسول الله. هذا ليس دقيقا تاريخيا. هذا العلم، هناك روايات تقول بأنه في أواخر العهد النبوي كان هناك كتابة على أحد الرايات أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هي رواية من روايات عديدة، يعني لم تكن ظاهرة ثابتة في معارك الرسول، يعني قد تكون أحد الرايات أيضا الاعتباطية التي اتخذها الإسلام في أحد المعارك ولم يكن علما رسميا أو رمزا رسميا. وفي الحقيقة أحب أن ألفت النظر إلى أن الكتابة على هذا العلم مثلا لا إله إلا الله، هذه الخط هذا وهذه الهمزة خلاف الخط في زمن النبي، فيمكن من مجرد من دراسة هذا الخط معرفة أنه هذا ليس علما دقيقا كان في زمن الإسلام. بجانب الصورة ترون مخطوطة للقرآن الذي يسمى نسخة برمنغهام. هذا قرآن محفوظ بجامعة برمنغهام، يضم صفحتين من القرآن عثر عليها وتبين بفحصها بتقنية الكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاما، أي ربما منذ ما بعد الهجرة النبوية ب70 عام، وهي يعني يجعلها أقدم نسخة للمصحف في العالم. عثرت الدكتورة ألبا فيديلي والتي كانت تدرس العناصر في مجموعة من مخططات الشرق الأوسط كجزء من بحثها، الدقة في هذا البحث 95.4%، أن هذه الصفحات تعود والخط يعودان إلى 70 تقريبا 70 سنة، ما بين بالضبط ما بين 568 إلى 645 ميلادي. فهذه الفترة هي فترة ما بعد مباشرة ما بعد الإسلام، تجعلها من الصفحات الأقدم في القرآن الكريم. وإذا هذه الآية بالذات طه ما أنزلنا عليها، يعني لو ليس لدينا وقت أن نبحث بالتفصيل، لكن إذا نظرتم إلى لا يوجد همزة والأحرف تكتب بطريقة أخرى، بحيث أنه هذه الطريقة للكتابة على العلم لا تمثل الراية الإسلامية، وادعاء ذلك الادعاء ادعاء ليس دقيقا. ثم مسألة الختم، أيضا الختم يعود إلى رسائل النبي في السنة السابعة للهجرة لملوك العالم التي أرسلها في ذلك الوقت. بعض هذه النسخ محفوظة وموجودة في المتاحف، وعليها العلم، عليها الختم كما هو مرسوم على ذلك العلم. هذا أيضا كان في السنة السابعة للهجرة، يعني حوالي 3.5 سنين قبل وفاة النبي. قبل ذلك لم يرد وصف لهذا الختم بهذا الشكل، بل هناك روايات تعارضه أنه كان بشكل آخر. على كل حال، هذه الرموز المقصود منها أنها ليست لم تتخذ رموزا إسلامية حتى نقول أن هذا هو رمز الإسلام. بحث داعش عن رمز ليقولون أنه هذا هو كان علم الرسول نحن سوف نرفعه، هذا ادعاء خاطئ. الإسلام لم يحمل أو يحفظ أي رموز
في ذلك الوقت. فنأتي إلى الرمز الآخر المشهور في الإسلام، إذا تسأل أي أحد ما هي الرموز الإسلامية سوف يقولون هي الهلال والنجمة. وفي الحقيقة هذا ليس له أي علاقة في الإسلام، إلا أنها يعني مسألة غدت مشهورة يعني شهرة وليست في الحقيقة دلالة. كما قال الدكتور علي، الهلال والنجمة يعودان إلى القرن الرابع قبل الميلاد، من يعني من العهد الروماني، العصر الهلنستي، وكان ضرب به هذه النقود من حوالي 400 قبل الميلاد. وترون هنا الهلال والنجمة، والحقيقة هو ليست النجم، هو كوكب الزهرة الذي عادة ما يبدو بجانب القمر. عندما غزت جيوش العثمانيين آسيا الصغرى والأناضول ووضع الهلال على علمهم، كانت هذه العلامة على فكرة هي علامة مدينة القسطنطينية، اسطنبول يعني. وعندما دخل إليها العثمانيون اتخذوا ذلك الهلال والنجمة، اتخذوها رمزا للعثمانيين. قبل ذلك كان العثمانيون بسبب حلم رآه محمد الفاتح بأنه رأى هلالا يصل ما بين الشرق والغرب وتفاءل بذلك، فجعل الهلال على علمه الذي كان هو علما أحمرا سائدا، وجعل الهلال على علمه. وعندما دخل إلى القسطنطينية جعل أيضا فيما بعد النجمة. ففي الحقيقة هناك يعني في بعض الأحيان نحن نتخذ رمزا ثم نفرضه على التاريخ. مثلا هذه اللوحة رسمت في القرن الثالث عشر، تصف معركة اليرموك التي هي كانت معركة في القرن السابع للميلاد، وترسم علم المسلمين بأن كان فيه هلالا ونجمة، وهذا ليس صحيحا، لم يكن هناك علم بذلك الشكل. نذهب إلى قضية الألوان. كما أيضا ذكر الدكتور علي، للألوان أيضا تاريخ. طبعا هذه كلها عندما نفهم الرموز، لماذا أنا أقضي بعض الوقت على الرموز والألوان؟ لأنه عندما نفهم الرموز والألوان سوف نفهم الأعلام العربية، وأي علم، أي علم سوف تنظر إليه سوف تفهم تاريخ ذلك العلم من هذه الألوان. وأيضا هناك صراعا قائما، يعني ليس قديما، صراعا إلى اليوم. سوف نرى مثلا حتى في عمليات الثورات المختلفة بالبلاد العربية، وكيف كل فريق يثور أو يريد أن يقلب الحكم يتخذ علما، هذا له الكثير من الدلالات. الدولة العباسية كما تعرفون، الدولة الأموية، كان علمها علما أبيضا، لأن في معظم الأحيان كانت راية الإسلام كانت مجرد راية بيضاء، يعني مجرد قطعة من القماش يضعونها على عود طويل حتى يكون رمزا للجيش، عادة للميمنة، للميسرة، لمختلف الحاجات العسكرية. وثم الأمويين اتخذوا علما أبيضا كعلما لهم، وهذا طبعا قد يكون أكثر شيء قريب لما يرمز إليه الإسلام، وهو عملية الصفاء وعملية النقاء وعملية البعد في الحقيقة عن الرمزية. العلم الأبيض هو بعد عن اتخاذ أي رموز، ولكن بحد ذاته هو يصبح رمزا، لأننا لا نستطيع أن نقاوم السنن الاجتماعية. لابد أن يخلق الإنسان رموزا وأمور يعني يعتبرها تمثل قضايا أكبر منها. وثم الدولة العباسية اتخذت العلم الأسود، هم أصحاب الرايات السود، وبعد ذلك كانت هناك دويلات كثيرة، والدولة الخوارج مثلا كان علمهم أحمرا، وثم فيما بعد أتت دويلات كثيرة طبعا ولها أعلام كثيرة. ثم الدولة الفاطمية، وهي من دويلات العصر العباسي الثاني الوحيدة التي كانت في الحقيقة عربية، كانت اتخذت العلم الأخضر،
وثم بعد ذلك العثمانيون أتوا باللون الأحمر. سوف نأتي إلى أعلامنا اليوم. في الحقيقة أعلامنا اليوم ولدت من قصيدة لصفي الدين الحلي، وذلك كانت في هناك معركة بين جيوش الأيلخان المغولي بينها وبين القبائل العربية التي في ذلك الوقت توحدت في بادية الأنبار والشام تحت قيادة قبيلة طيء، وكان صفي الدين الحلي من قبيلة طيء، فكان وانتصرت انتصارا عظيما، وفر المغول من تلك المعركة رغم كان كثرة عددهم وتنظيمهم العسكري الذي كان يفوق تنظيم تلك القبائل. فافتخر بذلك صفي الدين الحلي وتلا من القصائد المشهورة في الفخر العربي: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض الخاب الرجا فينا، إلى أن قال: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. هذه الألوان الأربعة التي يصف فيها العرب والقبائل العربية ويفتخر بذلك أصبحت رمزا فيما بعد للعروبة. كيف ومن اتخذها رمزا؟ سوف نتكلم عن ذلك الآن بعد دقيقة أو دقيقتين. فإذا هذا اتخذ العثمانيون هذا العلم، وحكم العثمانيون بهذا العلم من سنة 1299 إلى 1922 إلى سقوط الدولة العثمانية، هو نفس هذا العلم العثماني. وعندما سيطرت الإمبراطورية العثمانية على كافة البلاد الإسلامية كان هذا هو العلم لجميع طبعا هذه البلاد التي انطوت تحت الخلافة العثمانية. الآن لن ندخل كثيرا حول تاريخ ولادة الحركات القومية العربية ضمن الدولة العثمانية لأنه هذا موضوع كبير بحد ذاته، ولكن بعد تحرك الدولة العثمانية نحو الأتركة، يعني الجمعية التركية الفتاة التي أسست من مثقفين أتراك لهم مواقعهم في الدولة العثمانية، وبدأت عملية الانقلاب الأبيض ومحاولة أتركة الدولة العثمانية ونجحوا في ذلك، كان في نفس تزامنا مع ذلك الوقت كان هناك أيضا تحرك عربي نحو الحفاظ على الهوية العربية وأيضا بلورة الهوية العربية التي أصبحت تحت الضغط التركي وتحت الخطر التركي في الحقيقة. هذا موضوع يطول شرحه لأنه أخذ حوالي تدريجيا من 100 إلى 200 سنة، يعني من حوالي أوائل القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين، تدريجيا يعني أصبحت عملية الأتركة أكثر عنفا وأكثر تهديدا للهوية العربية، ولذلك استيقظ العرب في ذلك الوقت وخاصة الذين كان لديهم ثقافة وإحاطة بحالة التوجه نحو القوميات والتوجه نحو صناعة الهوية القومية والمناداة، يعني اتخاذ يعني المصير، حرية تقرير المصير، عفوا أنا بعقلي بترجم من الإنجليزي للعربي في أوقات أفقد الكلمات. فتأسس في ذلك الوقت النادي المنتدى الأدبي، المنتدى العربي في بعض الأحيان يسمى المنتدى الأدبي العربي في الأستانة في دمشق، كثير من الضباط العرب، وكان هدفه المحافظة على اللغة العربية وإحياء الثقافة العربية، وتبلور منه القومية العربية طبعا، وثم فيما بعد ولدت منه الجمعية العربية الفتاة، وولدت منه الثورة العربية، وولدت منه
كثير مما نحن نعيشه اليوم من الحالة السياسية العربية. كانت مجموعة عظيمة في الحقيقة من المثقفين العرب الذين أسسوا واستنقذوا هويتنا عندما رأوا أنها في خطر. في ذلك الوقت اتخذوا هذه الألوان شعاراً لهم. طبعاً في الحقيقة يعني كان العلم بسيطاً جداً، هو عبارة عن هذه الأربع ألوان كما ذكرها صفي الدين الحلي في القصيدة، وفي بعض الأحيان وضعوها بالشكل الآخر، ثلاث ألوان والمثلثين، وأيضاً كتبوا هذا البيت في نصف العلم، فلا يوجد هناك شك برجوع هذه الألوان لذلك البيت. كان ذلك في سنة 1909 ميلادي في ضمن الدولة العثمانية. ثم تأسست الجمعية العربية الفتاة، هذه صورة لبعض مؤسسين هذه الجمعية في منتجع بلودان بالقرب من دمشق، وفيهم على فكرة من هؤلاء رياض الصلح. فالجمعية العربية الفتاة التي تأسست في باريس وكان لديها جهد في إجراء أول مؤتمر الكونغرس العربي في باريس 1913، اتخذت هذا العلم، اجتمعت واتخذت هذا العلم، أيضا هو نفس العلم من المنتدى الأدبي العربي، اتخذت هذا العلم ليكون هو علما للجمعية السرية التي كانت محظورة طبعا تركيا، والتي بسبب اكتشاف بعض أعضائها فيما بعد وأعدموا في ساحة في بيروت، أصبحت تسمى من ذلك الوقت بساحة الشهداء التي هي نعرفها اليوم بساحة الشهداء في بيروت. هذا العلم اختير وأقر في سنة 1911 في مدينة باريس عندما أسست هذه الجمعية وأجرت أول مؤتمراً في باريس في عام 1913 ميلادي. ثم انطلقت الثورة العربية في سنة 1916 ميلادي أيضا من يعني كان مؤسسي هذه الجمعية لهم اليد في انطلاقة الثورة العربية، والتي كان الملك فيصل جزء منها، يعني الأمير فيصل ابن الشريف حسين كان جزءا من الجمعية العربية الفتاة، واجتمع فيهم في سنة 1915 في دمشق وكتب بروتوكول دمشق المعروف الذي هو يحدد فيه الهوية العربية والدولة العربية. ففي سنة 1914 في مركز جمعية العربية الفتاة في بيروت اتخذ هذا العلم شعارا، وضع يعني زادوا على العلم المثلث الأحمر الذي هو يرمز للثورة ضد العثمانية، وكان ذلك طبعا مسألة سرية. ثم برز هذا العلم فيما بعد عند انطلاقة الثورة. هذا هو في الحقيقة العلم الأول للعرب، للهوية العربية الجديدة، الأبيض والأخضر والأسود والأحمر الذين أتوا من بيت صفي الدين الحلي، وبهذا الشكل الذي يرمز للثورة أيضا ضد العثمانيين والاستقلال والتحرير. هذا العلم موجود اليوم في الأردن في المتحف، نفس هذا العلم الأول الذي جعله العرب علما لهم. لم يكن هناك طبعا أقطار عربية، ولم يكن هناك فصل بين الدول العربية التي نعرفها اليوم. هذه مجموعة، هؤلاء مجموعة تمثل العرب في ذلك الوقت بقيادة الأمير فيصل في مؤتمر فرساي في فرنسا. ولو لدينا وقت يعني أذكر لكم تاريخ كل واحد من هؤلاء الأشخاص، طبعا منهم لورنس أوف أريبيا، هو أيضا معهم المندوب البريطاني الذي كان داعما للثورة العربية، ولكن هناك شخص من العراق وشخص من لبنان وشخص يعني تجد السني والشيعي والدرزي والعراقي واللبناني والأمير فيصل من الحجاز. من لم يكن هناك فصل بين الأقطار العربية، وكان العرب يرون أنفسهم ك
يعني فئة واحدة وقومية واحدة لها أهداف واحدة وضمير واحد. ثم كما تعلمون الثورة العربية استمرت إلى طرد العثمانيين من جميع دول بلاد الشام. طبعا هي بدأت في مكة والمدينة وحرر الحجاز من حكم العثمانيين، وأيضا استمرت إلى دخول دمشق في سنة 1918 ميلادي. ولكن طبعا كان اتفاق سايكس-بيكو الذي كان سريا وانكشف فيما بعد، وكان اتفاق سري في سنة 1916، حوالي في سنة 1917-18 كشف وعلم العرب به. ولكن كان هناك نوع من الاستدراك الموقف لبريطانيا والوعود بالتأكد من تحقيق الوعود بإعطاء العرب دولة لهم أو تمكينهم من حكم أنفسهم. ولكن طبعا خان بريطانيا وفرنسا خانت العرب وطبقت اتفاقية سايكس بيكو، وطرد الملك فيصل بعد معركة ميسلون من دمشق. ميسلون كانت معركة رمزية، يعني العرب لم يكن لديهم السلاح ولا العدة ولا العدد لمقاومة بريطانيا، ولكن يوسف العظمة أصر على أن يقف إلى آخر لحظة أمام الدبابات الفرنسية التي دخلت دمشق. قبل ذلك طبعا من سنة 1918 إلى 1920 علم الثورة العربية وضع فيه نجمة سباعية، بعضهم يقول أنه لسبع آيات الفاتحة. في على كل حال السبعة، رقم سبعة في اللغة العربية يدل على الكمال والتمام والاستقرار. وضعت نجمة لترمز للمملكة، وكان هذا هو علم الدولة العربية التي كانت عاصمتها دمشق في ذلك الوقت. طبعا كانت تعتبر أنها دولة تحكم من شمالا من تركيا إلى اليمن جنوبا، هذه الدولة التي كان يعتبر العرب أنهم يحكمونها. إلا أن بريطانيا كانت تحت الاستعمار العراق كان تحت الاستعمار البريطاني. وثم بدأت اتفاقية سايكس-بيكو تقسم المنطقة، وزال هذا الحلم الذي لم يدم بضعة سنين. الآن سوف تجدون أن الأعلام العربية سوف تولد، أنا سوف أنهي الكلام بضع دقائق وينتهي الوقت. عندما وضع الملك فيصل كملكا على العراق بعد ثورة تشرين في العراق، حيث أدرك البريطانيون أنهم لن يستطيعوا أن يحكموا العراق من غير تسوية معينة مع العرب، فأتوا بالأمير فيصل وولوه ملك العراق تحت الانتداب والتحكم البريطاني. وزيد نجمة على العلم في سنة 1921 في العراق، وذلك رمزا للمملكتين السورية والعراقية، يعني للدولتين سوريا والعراق. طبعا سوريا كانت في عملية تحت وطأة الانتداب الفرنسي ولم يكن لديها استقلال، ولكن بما أنه معظم العرب الوطنيين مرتبطين بعضهم ببعض، كان الأمير فيصل نوعا ما داعما للثورات الداخلية في سوريا ضد الاستعمار الفرنسي، آملا أنه سوف أيضا تنال نوعا من الاستقلال، وهو أيضا يحارب أيضا الاستقلال العراق من بريطانيا شيئا فشيئا. ولكن كانت سطوة الاستعمار البريطاني في العراق أقل من سطوة الاستعمار الفرنسي في سوريا. وكما تعلمون سايكس-بيكو وتقسيم المنطقة. ثم عندما وضعت بريطانيا الأمير عبد الله حاكما، ابن الشريف حسين حاكما على الأردن، اتخذ غير في ترتيب العلم وجعل أيضا نجمة فيه دلالة على الملكية الهاشمية. هذا العلم هو العلم الذي اتخذ للاتحاد ما بين العراق والأردن الذي حدث في عام 1900
58 لم يدم، حيث أنه الملك فيصل الثاني قتل واغتيل وقام الثورة في العراق وأزالت حكمه، ولكن تجدون نفس العلم لكن أزيلت منه النجمة، ثم عاد الأردن بعدها إلى علمه القديم. هذا العلم ما زال هو علم الأردن اليوم. أريد أن ألفت النظر إلى مسألة في نهاية كلامي، أن الاستعمار عندما أتى هذا العلم العربي بألوانه يرمز إلى الهوية العربية التي هي هوية تجمع العرب جميعاً. وسايكس بيكو عندما اجتمع وقسم الدول العربية لم يكونا قد زارا أي دولة عربية في ذلك الوقت، وجلس في أوروبا وبمسطرة وقلم وقسم هذه البلاد حسب مصلحتهما. فعندما أتوا لتطبيق هذه المخطط، كان أكبر عدو لهم هو وجود هذه القومية العربية الجامعة ما بين هذه الأقطار. فكان عمل الاستعمار من أول يوم إلى يومنا هذا هو تأكيد وتحفيز الانقسام ما بين الدول العربية. فسوف تجد أن أي علم له علاقة بالاستعمار يبعد عن العلم العربي، يعني كل ما كان بعيد العلم عن العلم العربي تعرف أن للاستعمار يد في ذلك. فمثلا هذا العلم الذي اتخذ لسوريا بعد الانتداب الفرنسي، يعني من قبل الفرنسيين، ثم قسموا سوريا إلى 3 أجزاء وجعلوا لكل منها علما مختلفا تماما، يعني إذا فيهم يأسموا أكثر ويخلقوا هويات مختلفة أكثر بيعملوا، إذا فيهم يأسموا سوريا ل3 أقسام بيعملوا، إذا فيهم يأسموها ل10 بيعملوا ذلك، كما تعرف القاعدة المشهورة فرق تسود. بعد استقلال سوريا اتخذوا هذا العلم مرة أخرى، وكانت 3 نجوم فيه ترمز ل3 أقاليم التي توحدت مرة أخرى تحت دولة سوريا بعد نيل سوريا لنوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي. الجمهورية العربية المتحدة اتخذت علم، أرجعت الألوان العربية ووضعت نجمتين رمزاً لمصر وسوريا، طبعاً هذا ولادة القومية العربية الثانية الحديثة مع جمال عبد الناصر. حزب البعث في 1947 الذي أيضاً لديه فكر قومي، طبعاً كان التطبيق والتنفيذ سيء للغاية في بعض التجارب لحزب البعث في الحكم، مما أدى إلى النفور من حزب البعث كله بفكره. أقول أنه فكر حزب البعث الأساسي هو فكر ناضج وجيد، ولكن للأسف التطبيق كان فاشياً وأدى إلى فشل حزب البعث، ويعني أصبح كابوساً بالنسبة للعرب بدل أن يكون حلماً. لكن اتخذوا هذا العلم، وكان العلم في العراق يعني تحول إلى علم ملكي، هذا يجمع ما بين الألوان الكردية والألوان العربية، أيضا كان مدعوم من جهات استعمارية، ثم أصبحت الثورة العراقية طبعا أرجعت العلم العراقي في عام 1963 ب3 نجوم، لأنه كانوا يأملون أن العراق سوف تدخل إلى الوحدة العربية مع سوريا ومصر وتصبح هي النجم الثالث. طبعاً كل الجهود العربية كانت تعود إلى الدولة العربية والوحدة العربية، وكلما طال الوقت كلما ابتعدنا عن ذلك الفكر وعشنا التقسيمات كأنها هي الواقع الجديد. تونس كانت تتخذ العلم العثماني ثم بقيت عليه، عندما احتلتها فرنسا وضعت العلم الفرنسي في الزاوية وتداولت عليها أعلام مختلفة إلى أن عادت إلى العلم الأخير الذي هو هذا الأحمر. وليبيا كان العلم الليبي فيه نوع من جمع بعض الخصائص لليبيا، القبائل السنوسية وإلى آخره،
عندما دخلت ليبيا إلى التحالف العربي بعد الثورة اتخذت أيضا الألوان العربية والعلم العربي، وعندما أسست الفيدريشن أوف أرب ريبوبليكس الفيدرالية العربية التي عاشت بضعة سنين فقط في عام 1972 اتخذت هذا العلم، كل الدول العربية التي كانت ضمن هذا الفيدرالية اتخذت هذا العلم شعارا لها لأرجعت عقاب قريش مع هذه الألوان العربية. ثم بعد ثورة معمر القذافي اتخذ علما أخضرا، طبعا العلم الأخضر وحده لم يكن يعني كافيا، فوضعت فيه رموز أخرى فيما بعد، واليوم بعد الثورة أرجعوا هذا العلم. لاحظوا اختيار ما بعد مثلا الربيع العربي، اختيار الأعلام ودلالتها، يعني لم يعودوا للعلم العربي، عادوا إلى العلم ما قبل الاتحاد العربي للحفاظ على خصوصية ليبيا والخروج من نطاق فكر القومية العربية. هذه مثلا أحد الدلالات لذلك. لن أنا انتهى وقتي، وقد أكون قد أطلت عليكم. إذا نذهب إلى كل علم من الأعلام العربية سوف نجد تاريخا متصلا في هذا العلم المصري وتدرجه هنا من الملكية المصرية، ثم بعد ثورة 1952 اتخذ هذا العلم ووضع نصر صلاح الدين فيه مع الحفاظ على ذلك الهلال والثلاث نجوم التي كانت ترمز إلى الثلاثة أديان في مصر، واتخذ ذلك العلم بعد الاتحاد، ثم هذا العلم للجمهوريات العربية، وبقي هذا العلم على مصر إلى أن غيره حسني مبارك في سنة 1984 وغير النسر فيه، يعني ليطوي صفحة الوحدة العربية طوية جديدة. السودان كان فيه ألوان ترمز إلى الطوائف التي فيه، ثم بعد الثورة التي أيضا التي أرادت أن تجمعه مع العرب اتخذت الألوان العربية في العلم. فلسطين، هذا كان علم فلسطين ابن الانتداب البريطاني، هذا العلم الأحمر كان علم الذي وضعه الانتداب البريطاني على فلسطين، بينما كان علم فلسطين هو نفس، لأنه فلسطين هي مجرد سوريا الجنوبية، هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وقلب الوطن العربي، وكان علمها هو علم الدولة العربية. ثم فيما بعد الـ PLO منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت هذا العلم، العلم العروبي في سنة 1964 علما لها، وأصبح العلم الرسمي لفلسطين في عام 1988، اللي هو نفس علم حزب البعث، نفس علم الحركات الثورية العربية في أوائل إنشاء الدول العربية. الكويت نفس الشيء. اليمن أيضا الانتقال من الملكية إلى العلم العربي، هذا كان علم اليمن الجنوبي، ثم بعد الوحدة عندما تغير اليمن الجنوبي كان هذا علمه، ثم بعد الوحدة أصبح هذا العلم إلى يومنا هذا. دولة الإمارات، الإمارات المتفرغة كما ذكر الدكتور علي عجمي كان لها ألوان مختلفة، ثم بعد الاتحاد في عام 1971 اتخذ هذا العلم أيضا الألوان العربية لكن ترتيب مختلف. السعودية لها علاقة بالقبائل المختلفة، هذا العلم هو علم الإحساء، ثم أصبح العلم استمر إلى، طبعا سوف تجدون أن العلم السعودي منفصل عن الأعلام العربية، وذلك أيضا لأسباب تاريخية، لأن السعودية يعني آل سعود بالاتحاد مع الحركة الوهابية لم يكونا في المعسكر العربي، كان ضد المعسكر العربي وكان في عملية حرب في الحقيقة مع الشريف حسين، إلى أن تم المصالحة بينه وبين يعني بين ابن سعود وبين الملك فيصل فيما بعد، ولذلك العلم السعودي لم يكن له أي علاقة بالعلم العربي إلى يومنا هذا، العلم العربي اللي أقصد به العلم الأساسي.
سوف أتوقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت في الحقيقة، وأشكركم على يعني حسن المتابعة، وأرجو أن نكون قد أثرنا بعض الفضول حول كيف أن